مساء الجمال عليكم وعلى كل مشاهدي برنامج الجريء والجميل. النهارده حلقه جديده، حلقه مميزه، حلقه مختلفه جدا، لان احنا عندنا الميك اب ارتست بوسي هشام. ازيك يا استاذه بوسي؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. مرحبا بشهد. ازيك يا شهد؟ عامله ايه؟ ازيك يا عامل؟ الاخبار هتقدم لنا ايه النهارده بقى؟ بنورك، ربنا يخليك، ميرسي. هتقدم لنا ايه النهارده بقى يا استاذه بوسي؟ هقدم ميك اب معايا هند المودلز بتاعي. ف احنا خلصنا، يعني عملنا شويه حاجات كده. ايوه، انا عايزك بقى تشرح للناس انت عملتي ايه. اه تمام. احنا الاول ابتدينا بتنظيف البشره، تمام، وعملنا نظفنا البشره بميه الموارد جل الصبار. تمام. بعد كده حطينا البرايمر واشتغلت بقى على الحواجب الاول وظبطتها بالبيس بتاع الحواجب، وبعد كده بدات شغل العين. خلصنا شغل العين، ركبنا الرموش، ابتديت بقى ان انا احدد الوش بالكونتور. ايه اصعب حاجه بقى في الشغل ده كله؟ يعني القصه اللي انت حكيتيها دي ايه اصعب حاجه فيها؟ هو اصعب حاجه كل حاجه، يعني لو انت مش دارس فيها او كده بتبقى صعبه شويه، انما لو موهبه بتبقى سهله، بتحس اللي هو فن، بتبدع بقى. طب بصي، يعني انت شايفه ان الميك اب ده عامه موهبه، مش ممكن مثلا واحده ما عندهاش الموهبه خالص تاخد كورس وتبدا تشتغل؟ لا لا، هي لو موهبه هتنجح في شغلها، انما لو مش موهبه واخداها كده هواية كده وخلاص، لا. انا ده من رايي. طيب كملي بقى، هتحطي التيشيرت الاخيره على الموديل؟ خلاص احنا خلصنا كده، يعتبر خلصنا الوش وحطينا الكونتور، هحط البلاشر بعد كده الروج. طيب وانت بقى بتعملي كل خطوه من دول، يعني عرفي الناس انت بتعملي ايه. تمام. عشان ميك اب ارتست المبتدئين او البنات اللي حابه تتعلم ازاي تحط ميك اب في البيت تبقى عارفه حضرتك بتعملي ايه. تمام. انا هظبط بس الكونتور شويه. انا حطيت كونتور كريمي، هظبطه بالباودر. في ناس بتبقى لسه يعني مبتدئه شويه بيبقى الكريمي معاها بيبقى صعب. هو ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق بين الكونتور الكريمي والباودر؟ هو الكريمي بيبقى عايز واحده يعني دارسه شويه عشان تعرف تظبطه، عشان تعرف تعمل التدمج، مش هتعرف تتعامل معاه، ممكن يكلكع معاها كده. الباودر بيبقى سهل يعني. جدا. أوكي. ده اللي هو الكونتور. ده الكونتور. انا عارفه شهاده الكونتور. اكيد. طب قولي لي، يعني كل الوشوش بتحط فيها كونتور ولا في وشوش ما بتكونش اصلا محتاجه؟ لا انا بحب احط الكونتور كل الوش، اصل انا ملاحظه ان الموديل وشها منحوت يعني. هو بس احنا انا اصلا ظبطت ان حتى يعني هي اصلا أوكي. وشها كان بتيول شويه، انا خدت هنا يعني كلت هنا شويه كده بالكونتور. عشان دي بس هي وشها جميل ما شاء الله، يعني مش محتاج حاجه. ده وشك جميل والله، ما تخليش بتشكر فيك. مش هحط الرجوجو بلاشر. ده فايدته ايه بقى البلاشر ده؟ بيعمل ايه بقى؟ هو بيبرز الخدود شويه مع الكونتور وبيدي اضاءه حلو. طبعا عشان انا عامله اللوك العين جامد شويه، الالوانات صريحه شويه، فهحط هو الميك اب ده. يعني الميك اب ده يعتبر ميك اب سواريه ولا ميك اب كاجوال ولا هو من غير الهايلايتر ده كده ممكن يمشي كاجوال الصبح عادي خالص، هو رقيق وسامبل. الهايلايتر ده كده سواريه. طب قولي لي بقى، في ميك اب ارتست بيبداوا البيز الاول بالفاونديشن والكونسيلر وكده؟ مفيش مشكلة. وفي ناس العكس، في ميك اب ارتست بعد ما بيخلصوا الوش كله بيحطوا بقى البيس. انا بحب اعمل كده. يعني ايه الفرق بقى؟ يعني انا بعمل البيس الاول بتاع العين وبخلص شغل العين كله، وبعد كده ببتدي بقى اللي هو الشغل النهائي، بفنش الوش، بحيث ان انا لو في حاجات غلطات وقعت او اي حاجه اقدر اصلحها بمسحها. لكن ده صح وده صح؟ عادي مفيش مشكله. عندي ده ايه ده بقى اللي انت هتجيبيه ده؟ ده كده هنحط الروج. رجع على انا الاول كنت مرطبه شفايفها الاول، لازم ترطيب الشفايف ده اهم حاجه عشان ما تبقاش مشققه. صح يا شهد؟ لا ده ليب لاينر، اللي هما الليب لاينر ده كان زمان قلم روج وصباع روج. لا ده كان طالع موضه زمان الليب لاينر ده قوي ايام، بس رجع تاني. رجع تاني موضه؟ ده كان موضه اصلا زمان الليب لاينر ده، بس هو مش يعني مش منتشر قوي. هي تقريبا انت بترسمي، قولي لي. طيب انت قولي لي عشان ما افتيش. انت بتحددي الاول بالليب لاينر وبعدين تعملي الروج، ولا انت بتعملي بيز بيه ولا؟ لا انا بحب، ما بحبش الليب لاينر خالص، انا بحدد بالروج فرشة. عادي. بس يعني الفرشه دي اللي عليها روج دي فرشه عادي, عادي. وباخد روج سايل. تمام. اوكي. وبشتغل بيه عادي. ايوه اصل الفرشه دي رفيعه قوي، فزي الليب لاينر. ما هي دي فرشه الروج. أوكي. هي الفرش مقاسات عندي. في فرش الروج، فرشه الروج بتبقى عرض شويه. لا
لازم تبقى رفيعه كده عشان تقدري تحددي الرسمه. طب قولي لنا بقى يا استاذه بصي، انا هاخدك يعني ايه ورا شويه، انت ازاي بداتي في عالم التجميل والميك اب والمجال ده يعني في حد ذاته دخلتي ازاي؟ وانا من صغري قوي انا بحب الرسم جدا فانا كنت بحب ارسم وكده، ف يعني كل الميك اب ارتست دايما يكونوا بيحبوا الرسم، لازم لهم علاقه بالرسم شويه، وبحب الميك اب جدا يعني، فده اللي ساعدني كمان يعني. لا بداتي ازاي بقى يعني، خدتي ازاي اول خطوه، خدتيها ازاي، مين اللي ساعدك؟ هو اول خطوه انا اصلا بقالي كده 10 سنين ما شاء الله في المهنه دي، عشت عم. فاول خطوه يعني انا اتعلمتها يعني كنت فرح اختي ورحت معاها عادي البيوتي سنتر وكده، فعجبني قوي الميك اب الارتست اللي بتعمل عجبني الشغل فحبيته قوي، دي في البدايه اشتغلت عليه بقى وطورت من نفسي وبقيت اخد كورسات. انا واخده كورسات فيه بس. بتحسي باختلاف بعد يعني قبل الكورس وبعد الكورس؟ طبعا يعني اختلاف شغل جامد صح؟ من مش هقول من 10 سنين، لا السنه اللي فاتت واللي قبلها بيبقى في فرق من السنه دي كل سنه ليها. يعني وانت شغاله بتفضلي تكملي كورسات؟ طب حلو، انا لغايه دلوقتي باخد كورسات. طب حلو ده. بعد 10 سنين لحد دلوقتي بتاخدي كورسات؟ لازم اعرف الجديد، لازم اعرف في ماتيريال كتير قوي بيطلع اساميها مختلفه جديده لازم نعرفها. ده كل ده بتحط الرش؟ هو خلاص تمام. انا هو الروج هو اللي بياخد معانا وقت عشان هو اللي بيظهر ملامح الوش تقريبا صح؟ يعني كل حاجه بتظهر. انا بقى عشان هي كل حاجه في الميك اب بتظهر حاجه يعني. بس هو الميك اب فعلا من غير روج ملوش لازمه خالص. والبنت عامه من غير لينسز ما ايه يا محمد في ايه؟ انا مستغرب النهارده انت جاي من غير لينسز، مستغرب. شوف الروج بقى انا عشان لو عايزه اثبت الروج ويقعد اليوم كله بحط عليه لوز باودر كده. اللوز باودر ده لتثبيت الروج صح كده؟ وببتدي احط بقى الخطوه الاخيره. انا اول مره اعرف الموضوع ده، انا اول مره اشوف الروج ده اصلا. لا ده الروج عادي موجود، لكن انا اول مره اعرف فكره اللوز باودر دي. هي بتثبت الروج اكتر. طب مش الروج اللي انت بتحطيه لاب جلاس ده اصلا ثابت؟ ثابت بس مع الوقت وطبعا الصيف بقى والحر وفي بنات بتقعد تعمل تعمل يعني اللوز باودر فتلاقيه اتشال. لا بيثبت. طب حلو قوي. فتلاقيه اتشال من النص ومن بره باين فمبيبقاش شكله حلو. ايوه فعلا جدع، المنظر ده بيبقى صعب قوي. بس انت ما شاء الله مطلعها عروسه. ايه ناقص الفستان بقى. دي اخر خطوه تقريبا الروج صح كده؟ في بقى انا ما حطيتش الهايلايتر اصلا. هايلايتر؟ هو اسمه كده؟ ليه بيعمل انت جاي تستغرب انت؟ ما انا ما اعرفش حاجه عن مالكش خد بنات. ما اعرفش حاجه عن الميك اب والله. انا جايب الاستاذه بوسي هي اللي تعلمنا بقى الميك اب. ده الهايلايتر يا استاذه؟ ده الهايلايتر. اهلا وسهلا. الهايلايتر يعني في ناس بيحطوه كل العين كده، انا بحب احطه هنا كده على عظمه الخد. بدي داي للخدود فبرزها هي عشان هنا الحته دي قطنه شويه. وهنوس كده. لا ما شاء الله كده يعتبر خلصنا كده. خلاص صح. طيب هتقول لنا بقى ايه من البدايه كده خطوه خطوه عملتي ايه لحد ما وصلت البنوت للشكل ده؟ تمام. الموديل اول حاجه نظفنا البشره بالميه الموارد وجل الصبار، دي اهم خطوه خالص. تاني حاجه بحط البرايمر. تالت حاجه بقى بحدد الحواجب، بعملها مش بعملها تحديده كده، لا لازم المشعره دي او لو في مسكره حواجب بنمشط الحواجب لو هي تقيله عريضه زي هند كده. بنضف بقى الحواجب بالبيس او الكونسيلر. وبعديها بعد ما بخلص خالص في بيز للعين بنقوم حاطينه، ده لازم عشان يثبت الاي شادو بتاعي. بحط الاي شادو بعد كده بركب الرموش وارسم الالاينر، ونفس الخطوات اللي انا عملتها فوق بالظبط هتتعمل تحت. هنمسح برده بمناديل ونحط البيس البرايمر الاول بعد كده البيس بعد كده الاي شادو، نفس الخطوات فوق هي هتنفذ تحت. بس بعد كده ننظف البشره خالص بقى بمناديل مبلله عادي واقوم موزعه الكونتور والفونديشن بتاعي.
وطلعت العروسه كده. طب انا عايزه اسال حاجه، هو لما بتنضفي البشره بوايبس او مناديل مبلله، الوايبس ده بيبقى فيه ماده زي صابون كده، ده مش بيأثر خالص في الميك اب ولا في وايبس معين اصلا الميك اب ريموفر او مش شرط، ممكن الوايبس ده بس بعديها بتحطي البرنامج عشان طبعا بتكوني مسحتيه. ما انا كنت بسال على كده، انت حاطه في الاول ما بعد ما تمسحي خالص بتقومي حاطه لما الوش ينشف شويه بتقومي حاطه بتحطي برايمر. انت كده خلصتي يا استاذه بوسي؟ طيب يا رب تكونوا استفدتوا من الاستاذه بوسي، حطت لكم ميك اب اهو على الهوا على موديل ما شاء الله زي القمر. انا مش بعكسك والله خالص، بس للحديث بقيه ان شاء الله مع الاستاذه بوسي هشام. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الميك اب ارتست بوسي هشام. بوسي قولي لي بقى، بعد اللي شفناه ده في غلطات كتير قوي البنات يعني او الميك اب ارتست المبتدئين بيقعوا فيها في الميك اب، قولي لي ايه هي او ايه الغلطات اللي منتشره مثلا وازاي نقدر نعالجها؟ تمام. هو اول غلطه اما بيبتدوا الميك اب بيبتدوه يعني الحواجب بيعملوها ستريت يعني اكنها تاتو او رسم حنة. اوكي دي طبعا غلط، طبعا لازم تتشعر لفوق كده هير باي هير. تاني حاجه في ناس ما بيستخدموش البرايمر، وده اهم حاجه، البرايمر اهم حاجه في هو الميكب. بيثبت الميك اب. تمام. بس وفي غلطات تانية برضو بالبرايمر بتاع الاي شادو، لازم برضو اهم حاجه، في ناس ما بتستخدمهاش بتيجي بعد ساعه بالظبط تلاقي الاي شادو. لا يعني بيحطوا الشادو على الجفن على طول؟ على الجفن على طول غير اي حاجه. ما هو طيب بس ماشي. طب برضو عايزاكي توضحي للناس البرايمر بتاع الشادو ده ممكن يكون كذا حاجه صح؟ لا كذا نوع يعني. هو كذا في نوع. كذا لا انا قصدي ممكن يبقى مثلا كونسيلر فاونديشن، هو عامل زي الكونسيلر اصلا، هو البرايمر بتاع العين عامل زي الكونسيلر. بس في ناس كتير بيستخدموا كونسيلر بدل البرايمر، ده عادي ولا يعني دي غلطه؟ البرايمر لازم يثبت الكونسيلر. في كونسيلر احنا اصلا بنعمل البرايمر الاول بعد كده الكونسيلر بعديه. لو حطيتي الكونسيلر على طول كده وحطيتي الاي شادو ممكن هيديكي لوك تمام ما فيش اي مشكله. بس بعد ساعه بتلاقي الاي شادو كلكع او عمل، حتى لو عمل على الجفن كده خط ابيض فاصل حتى لو الكونسيلر براند نظيف. تمام. حتى أوكي. لو لون نظيف. طيب يا استاذه بصي احنا معانا صور بنعرضها لحضرتك. ده قبل وبعد. ده عروسه صح كده؟ عروسه. بتاخد منك وقت قد ايه الميك اب العروسه؟ هي العروسه بتاخد ممكن ساعه ساعه ونص كده. كل الميك اب ارتست برضه بيقعدوا في الوقت ده من ساعه لساعه. لا ده في بيقعدوا ساعتين ساعتين ونص. هي الوقت ده بيبقى على حسب لا هو إيه؟ على حسب. هي لو محجبه ما بتاخدش وقت طبعا، الشعر هو اللي بياخد وقت معانا وقت. وبتفرق برضو في ايدك صح؟ يعني بتفرق من لو ايدك سريعه مثلا خلاص بسرعه. لو ايدي سريعه هو اصلا لو عروسه مثلا شبكه غير الدخله مش هي، انا برايي الشبكه ما بتاخدش معايا وقت عن الدخله. ايه الفرق؟ هو مفيش فرق. الميك اب السواري تقريبا اخف من بخلص بسرعه بنجز بسرعه مع السواري عن الدخله. طبعا الزفاف بتبقى ليها طله كده ليها وعشان كمان بتقعد وقت اطول وبترقص والحجاب بقى وكده، والشعر بقى هو اللي بياخد وقت معانا. انت شايفه ايه اغرب صيحه تجميل انت شفتيها؟ اغرب حاجه في دلوقتي حواجب بيعملوها زي الريشه يعني شعر الفوق وشعر تحت، دي اغرب حاجه شفتها. نفخ الشفايف دي طبعا انا الفيلر مقززه منها خالص. في هي في اخطاء كتير يعني. طب انت بتنصحي البنات اللي هي عايزه تبقى ميك اب ارتست، يعني انا بنت حابه بعرف ارسم حابه الميك اب عايزه ابقى ميك اب ارتست، تنصحيهم بايه في البدايه يعني بدايه يعملوا ايه؟ هو اهم حاجه في الشغل ده الضمير. هو والله بجد ماشي ماشي عندهم ضمير وكل حاجه. ايه الخطوات اللي ياخدوها؟ يبدا ازاي يعني؟ انا واحده عايزه ابقى ميك اب ارتست تبدا ازاي؟ بص انا يعني هي بتبدا بكورسات دي اول حاجه. تاني حاجه بقى اما بتيجي تعمل بتجرب الميك اب مش تبتدي اول حاجه كده العروسه، لا لازم اختك صاحبتك مودلز مثلا. طب ايه رايك الكورسات اللي بتبقى على اليوتيوب اللي هي السريعه دي بتتفرجوا؟ حلوه. بتتفرج على فيديو في الميك اب وفاهم في الماتيريال واسامي الماتيريال بيجيب نتيجه حلوه قوي معاه احسن من الكورسات اللي بره. لكن انت شايفه ان اليوتيوب احسن من الكورسات يعني؟ انت بتنصحي لو كده. هو يعني لو هي فاهمه في الماتيريال نفسه، ما هو هي الميك اب كله ماتيريال واسامي كتير ومجالات كتير قوي. انت بتحبي تشتغلي ببراندات ايه؟ هو بكل حاجه. بس اكتر حاجه البراند اللي انا بشتغل فيه فور ايفر انا بحبها جدا، ولوريال، وفي فيت مي بحبه جدا للسوارهات، انما بيدي تغطيه او كده للزفاف لا.
ما ينفعش معايا. دي البراندات اللي انت بتنصحي بيها البنات اللي هم يشتغلوا بيها. تمام. دي افضل حاجه. صح كده. ماركت فور ايفر حلوه جدا. طيب انت شايفه من وجهه نظرك ايه الاخطاء اللي بيقع فيها البنات وهي بتحط ميك اب؟ هو يعني على حسب الخطا اللي هو ايه الشائع اللي دايما بتشوفيه تقولي الخطا ده انا شفت كذا بنت عاملاه. انا بشوف دلوقتي بنات كتير قوي واخده كورسات وكده، بس مش بتم يعني، لازم في دمج في العين في الاي شادو بالذات، لا بيحطوه صريح اي شادو، يعني تحس اللي فيه ايه، في خطوات الوانات متكرره، مش يعني ما فيش دمج في الالوان. دي اكتر حاجه بتضايقني. دي اكتر مشكله. طيب بتخفي ازاي تجاعيد العين؟ بكونسيلر ولا بماسكات طبيعيه؟ لا في الميك اب يعني. في الميك اب لو انا بعمل ميك اب ارتست وفي تجاعيد، بحط البرايمر وبعد كده الكونسيلر، بجيب الاسبونج وبطبطب كده من جوه من بره لجوه. الطبطبه دي بتداري معايا تجاعيد العين ولو فيها لك سودا والخطوط ولازم ابتدي بحاجه غامقه يعني كونسيلر غامق وبعد كده افتح. انت عندك تجاعيد كل ده بيتدار؟ لا والله. طب انا عايز اسال عن حاجه تانية بقى. في كونسيلر اخضر وكونسيلر احمر وكونسيلر الوان كتير كده، ايه الفرق بينهم؟ عشان هو الفرق الاخضر ده للحبوب. اوكي. بتاع في واحد اورنج، الاورنج ده للهالات السوداء اللي تحت العين. او لو في حبوب فيها يعني مشيت يعني سايبه اثر وفيها سواد. والكونتور اللي هو الغامق البني ده اللي بنحدد بيه تحديد الوش. طيب انا عايز بقى اسالك سؤال مهم جدا. انت رايك في البنات اللي هي بتنزل من البيت تبقى حاطه فول ميك اب؟ هو انا ما بحبش الميك اب. معلش اصل يعني تخيلي انت بنت تنزل من بيتها حاطه فول ميك اب، الناس تشوفها تقول ما شاء الله يعني قمر، تمام، ترجع البيت تغسل وشها ما تلاقيهاش. ايه ده؟ ايه على فكره؟ ايوه 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 معلش سيبيلي بقى. أيوة. مش كله، والله كله. لا على فكره اصل معظم الرجاله فاهمين الحته دي غلط. أيوة. يعني يا جماعه الميك اب لتحديد الملامح انه أيوة. مش ذنبنا. بس هو في فرق بين الميك اب الاوفر قوي وفي الميك اب السيمبل. يعني في ميك اب بيبقى في بنات مش حلوه بس ما بتعمل ميك اب سيمبل بيبقى حلو فيها، اما بتافور قوي بيظهر العيوب الوش. فكل ما بتهدي كل ما بالشكل. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذه بوسي، يعني في بنت ممكن تلاقيها مثلا ايه عندها حبوب كتير جدا في وشها، تمام، تروح لميك اب ارتست تخليها واحده تانية خالص. ايوه يعني المشكله تطلع دي تطلع من البيوتي بنت تانية احنا ما نعرفهاش. طيب احنا موجودين ليه؟ ايوه مش فاهمه انت. احنا موجودين ليه؟ عشان نعالج البشره وكمان نفرح العروسه. والميك اب اصلا العروسه دي بتستنى اليوم فرحها عشان تطلع احسن حاجه، فلازم. ماشي يا استاذه بوسي، ده رايك يعني؟ ده رايي. ده راينا كلنا يا فندم والله. استاذه بوسي هشام، بوسي هشام، انا بشكرك جدا، نورتيني وفدتي الناس بجد، وقلت معلومات كتير جدا ممكن بنات ما تعرفش عنها حاجه. ميرسي يا حبيبي. عايز اشوفك احسن ميك اب ارتست في مصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اعزائي مشاهدي برنامج جريئه والجميله، يعني كنا مع الميك اب ارتست بوسي هشام. فاصل ونرجع لكم تاني مع ميك اب ارتست تانيه هتقول لنا حاجات تانيه مختلفه خالص غير اللي احنا سمعناها. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم مره تانيه مع خبيره التجميل رغده الشربيني. ازيك يا استاذه رغده؟ طبعا يعني يتكتب فيكي شعر. خبيرة التجميل زينة الكثير من العرائس زي ما الاعداد كان كاتبها لي. عملتي شغل جامد جدا الفترة اللي فاتت على عرائس، على موديل. النهارده هتعملي ايه بقى مع الموديل الجميلة دي؟ احنا مجهزين اصلا كل البيز يعني، وهنعمل بس نحاول اللوك نخليه برايت. يعني هو لوك عادي ممكن ننزل بيه عادي اصلا في النهار يعني كخروجة بسيطة، بس احنا نحاول نخليه برايد. هنحط له شويه تاتشات كده بسيطه. لا انت داخله سخنه قوي كده ليه؟ طيب يعني ناخد وندي معاكي. طيب انت دلوقتي بدات ازاي في المجال ده؟ بدات ازاي انا اصلا يعني بحب الموضوع ده، انا كنت واخداه هوايه اصلا كبدايه. بعد كده قلت طور من نفسي اكتر. طبعا مش بتبقى مجرد يعني موهبه، لازم اطور من نفسي. فاخدت طبعا كورسات. الموضوع لقيته حبيته اكتر، ابتديت اشتغل فيه، لقيتني الحمد لله الموضوع بقى كويس. بقى لك قد ايه بقى شغاله في المجال؟ 3 سنين مثلا. اوكي ما شاء الله. انت الدراسه بتاعتك لها علاقه بالميك اب وانت شغاله؟ اتفضلي. لا ما لهاش علاقه بالميك اب، انا دارسه في حقوق. يعني حضرتك محاميه؟ تشتغلي بقى بالشهاده ولا لا؟ لا. اوكي. طب قولي لنا بقى انت بتعملي ايه؟ احنا دلوقتي هنخلي اللوك يبقى برايت. أوكي. هنحط جليتر.
يدي بس منظر الكعروسه يعني. اوكي لازم الميك اب بتاعها يبقى مختلف. هو انت متقمه مع الموديل يعني؟ انتوا الاثنين اللي جايبين اسود قاصدين؟ اه. ده اسمه ايه بقى يا استاذه؟ ده جليتر ليكويد، في منه اي شادو، في منه الليكويد ده، بس ده بيبقى بيجمنت بتاعه احلى وبيظهر جدا، وهو طالع عامه الترند الايام دي يعني. في الميك اب الجليتر بتاعه بيبقى ظاهر اكتر من الشادو، صح؟ اوكي. طب ده براند ايه؟ قولي لي برده عشان انا بحب الحاجات دي قوي. ده براند ستيلا. اوكي. اشتريتي خلاص؟ انتي حاطه تحت العين اصلا خط شادو، صح؟ اه احنا اصلا مجهزين كل حاجه. بس طب قولي لنا برده عملتي ايه؟ يعني قولي لنا. بدانا بالعين. انا في بحب ابتدي بالعين عامه. في بيحب يبتدي بالعين، في بيحب يبتدي بالوش. فانا بدات بيها. عامة بقى دمعت، حصل اي يعني اي مشكله حصلت، ده بيبقى اسهل في التعديل. لان بعد ما بنثبت طبعا بيبقى صعب ان انت تعدلي حاجه تاني. استاذه رغده قولي لي ايه الفرق بين لوك النهار ولوك بالليل؟ لوك النهار لازم حاجات هاديه جدا، يعني مش لازم نحط فاونديشن فول كفر، لازم حاجه بسيطه عشان طبعا الشمس وال قلنا برضه الالوان، الالوان اللي هي تنصح بيها البنات تحطها الصبح عشان في بنات بتنزل الصبح يعني النود الهاديه جدا، كان نو ميك اب اصلا يعني. بيبقى نو ميك اب ظاهر حاجات خفيفه جدا، حتى بلاش حاجه اي فيها لايت اصلا. طب انت رايك في البنات اللي بتنزل مقفره الصبح؟ لا طبعا، بس ان هي حاطه وشها في الميك اب، مش حاطه من كل يوم ككل يوم ميك اب، ده اصلا غلط. غلط على البشره يعني. هي انا حاسه ان محمد شايل منهم قوي يعني. لا والله. لا انا مش عايز البنات تزعل مني والله. لا انا مش عايز البنات تزعل. هم اوريدي زعلوا اصلا. انت كل شيء الفكره كلها ان في بنات كويسه بتنزل بتحط ميك اب بسيط. وانا بتكلم على فئه معينه بس. انا بتكلم على الفئه اللي هي مش بتحط ميك اب، لا هي بتحط وشها في الميك اب. هي دي هي دي بس اللي انا بتكلم عليها والله. لا هو الصح ان مجرد سان بلوك لو فاونديشن يعني فول كفر بتاعه بسيط قوي قوي، مش اوفر اصلا. لان غلط اصلا في الشمس ان هي تتعرض بكل الحاجات دي اصلا. فالمفروض حاجه خفيفه جدا، ولو ايش يعني بلاشر تنت، حاجه بسيطه قوي يعني تتحط بس كده وتنزل. انت ممكن تكملي وانت بتتكلمي عشان برضو تورينا بتعملي. بس الموديل الملامح بتاعتها حاده شويه. حاده ازاي؟ هي اموره يعني من كيوت يا محمد. لا لا والله كيوت والله. هي مش محتاجه اصلا. هي عشان مكشره تقريبا. انت زعلانه مننا ولا ايه؟ هو الصح الموديل تبقى ستريت كده وهي بتحط ميك اب. على فكره شاطره انت. طبعا انت خبره. انت مضطهد الملامح النهارده ليه؟ احنا مجرد هنديها بقى اضاءه. قولي لي بقى الحته دي الهايلايتر اللي بتحط في مدمع العين. الهايلايتر بيحطه عامه في الحتت اللي فيها العضمايه عامه يعني. يعني مثلا بيبقى هنا بندي اضاءة كده بس. لا انا عايزة اسألك على اللي بتحط في مدمع العين. يعني انا عارفة ان هو ترندي قوي، بس انا عايزة اعرف بيدي اضاءة للعين جدا يعني. بصي مثلا اهي دي ما فيهاش، بصي دي فيها. انا بحب قوي اللي ادى اضاءة للعين عكس من اللي ما فيهاش، فبيدي شكل لطيف يعني. ممكن لو بنت نازلة اصلا في النهار تحطه كحاجة بسيطة قوي كده مع الفاونديشن، هيبقى وتحت الحاجب، صح؟ وتحت الحاجب هنا. في ناس بقى بيبداوها من الاول خالص. لا ده غلط، صح؟ لا هو في الاخر بندي الاضاءه في كل الاماكن. طب اقول لك، هو لازم تنظيف بشره قبل الميك اب ولا عادي؟ مش شرط. لا طبعا لازم. دي مشكله بتواجهني جدا يعني. بتيجي وشها اصلا مثلا في تقشير، في مش جاهز للميك اب. لازم في طبعا حاجات كتير قوي بتعملها. ما انصحش ان هي تعمل اصلا للشمع ولا الحاجات الكتيره قوي دي قبل الميك اب، قبل الفرح بتاعها مثلا اقل حاجه اسبوعين مثلا. في ناس صح بيعملوا قبلها بيوم. بتيجي بقى ان هي اصلا بشرتها يعني مرهقه جدا وعايزه ان الميك اب يطلع واضح. انا عايز اسالك سؤال، يعني ايه اسهل بشره بتحبي تتعاملي معاها؟ يعني البشره الجافه، البشره الدهنيه، يعني بتحسي ان هي بسيطه في الميك اب وبتعملها الميك اب بسرعه ما بتاخدش منك وقت؟ البشره الدهنيه بحبها. ايه ده غريبه قوي دي. بحبها بس سمك يعني تكون هاديه شويه. مش اي حد بيعرف يتعامل مع البشره، لان الجافه بتبقى بتطلع الفيس مش لطيف قوي يعني. بيطلع البشره كده تبصي لها مش في جمال. دي تحسيها صافيه برده. بص احنا بنعرض لك صور دلوقتي. وين يا جماعه كده الصور؟ ماشي كملي اتفضلي. ده شغلك ده يا استاذه؟ احنا بنعرض شغلك يا استاذه رغد. دي عروسه كانت عندي. كانت لذيذه قوي. طب انت مديانه ظهرك ليه يعني؟ انا بطلع لك بس. خلاص تصدق. هنحط بقى الروج.
وبرده كلمينا على اللانسز، يعني ايه الوان اللانسز اللي انت بترشحيها اللانسز للبنت؟ عامه بتبقى اهم حاجه اصلا في الميك اب هي واللاشز، بتبقى حاجه مهمه جدا او بتدي منظر تحفه. عامه بحب اللون الجراي العسلي الاخضر، الالوان دي بتبقى تحفه قوي قوي في الميك اب، بتدي شكل لطيف جدا. ده روج ده صح؟ لايبستيك معروف ده شهد عرفته. طب قولي لي بقى، بصي احنا كبنات كل واحده فينا عندها حاجه كده في الميك اب ما تقدرش تنزل من غيرها، يعني في بنت مهما نزلت من غير ميك اب لازم ماسكارا، في بنت لازم روج. انت بقى قولي لي لو مثلا طلب منك تعملي لوك كامل بحاجه واحده بس في الميك اب، ممكن تستخدمي ايه؟ في اللبستيك ممكن نعمل ميك اب لوك، نستخدمه كاي شادو مثلا. اوقات لما بيبقى اصلا اللون مثلا مش عندي او حابه اطلع لون جديد ممكن بستخدم الاي شادو بيه، بس مش المط صح؟ لا المط الثابت. هو المط اللي نزل موضه، يعني بقى موضه الايام اللي فاتت دي، عشان بيقول لك يقعد معايا فتره اكتر يعني نفضل ما يتمسحش مش عارفه ايه بيبقى بالاكتر. لا وفي الجلوس طالع برضه السنه دي، طالع جلوس يعني المط ده بقى له فتره. طب انا هسالك سؤال برضه، يعني انت ايه، يعني انا بشوف، يعني انا بتكلم على الحاجات اللي انا بشوفها مش بطهد اي بنت والله خالص، بس في بنت بتحط روج بيكبر شفايفها بطريقه غريبه، يعني طريقه ملفته قوي. لا هو اللي بتحس ان اساسا ده فيك، يعني انت بتبص على شفايفها تحس ان هي فيك. انا ما ببصش والله على شفايف البنات ولا حاجه، بس يعني هو عامه بيبقى ليها رسمه، يعني مثلا لو هي في، يعني هي الموديل مثلا عندها هنا تحت صغيره شويه وفوق لازم نخليها فولم كده، وهي اصلا شفايفها ده بيبقى ايه بقى؟ ايوه طالعه موضه. ايه بس لا هي حلوه مش وحشه، بس الاوفر قوي الاوفر شبه ايه، بتبقى حسب الميك اب ارتست، يعني لو انت رسمة الرسمه صح ومستخدمه ماتيريال صح طبعا مش بيبان اصلا، بتبقى شكلها لطيف اصلا. لكن كبقع صغير كده ونحط بيبقى مش لطيف، لكن نظهره شويه بتدي منظر احلى يعني عامه. بس فاحنا دلوقتي عملناه كده اللوك، خليناه حطينا فيه حاجات بسيطه، خليناه ممكن يبقى برايت عادي بس هادي، او اللي هي اصلا الموديل وشها هادي ورقيق جدا كيوت اهي فهي مش محتاجه ان احنا اصلا نافور يعني. فحطينا حاجات بسيطه ان هي ممكن عملنا الاضاءه وادينا كده خلاص، ده كده الفينيش بتاع الموديل. خلاص ممكن عايزه بقى نغير الروج، عامه بيبقى ليه عامل كبير قوي في الميك اب، يعني ممكن مجرد ما اغيره دلوقتي احط لون شديد تلاقي الميك اب كله اصلا. طب عايزه اسالك عن حاجه بالنسبه للروج. الروج ده حلو قوي بس ساعات بيطلع في الصور بالذات البرايد مثلا انه من بعيد كانها مش حاطه روج مثلا، فانتي بترشحي او بتحبي يعني انه العروسه تكون حاطه النود، الالوان النود الهاديه ولا الالوان الفاقعه شويه؟ لا عامه النود طالعه حلوه قوي تحفه بتخلي، بس على حسب كل عروسه. في عروسه تيجي تقول لك لا انا مش حابه، يعني انت بتاخدي راي العروسه طبعا قبل ما ابتدي باخد رايها بتحبي ايه مثلا. في عروسه بتيجي تقول لك مثلا لا انا عايزاك تعملي لي 1 2 3 بس، اديها رايي مثلا. انت بقى بتدي رايك للعروسه بتقولها لا انا شايفه ان انا ممكن احط ده قليل ده كتير. هل هي بقى العروسه بتتقبل النقد ولا زي ما هي جايه انا عارفه انا هعمل ايه ما تعدليش على اللي انا عايزه اعمله؟ على حسب، في عروسه تبقى لطيفه كده وتتقبل لان هي حابه اصلا شغلي مثلا، هي جايه عشان هي حابه شغلي او حابه ذوقي في الميك اب، فبتقولي مثلا اعملي اللي انت عايزاه. وفي واحده تقولي مثلا اقول لها حابه الالوان مثلا تقيله شويه خفيفه اوفر لايت يعني مطفي حابه ايه. في ناس ما بتحبش الهايلايتر خالص، في ناس تحبه جدا حطي لي كتري لي. طب قولي لي لو في عروسه طلبت منك تعمل لها حاجه والحاجه دي اصلا مش صح او انت شايفه ان هي هتاذيكي في الشغل، بتقولي لها ايه؟ راي مين اللي في الاخر بيمشي؟ بتحصل كتير جدا، بفضل اقنعها يعني مثلا كروج كلفه الحجاب مثلا. يعني ممكن هي وشها طويل مثلا، احب انا الوش الطويل عامه بيحب البنت اللي هو اللفه السوري فهي حابه ان هي مثلا تعمل اللي هي الاسبانيش، فبقنعها مثلا بعملها لها يعني اخليها لها الفها لها كذا مره اوريها الشكل ده والشكل يعني ده يعني بتجربي لها عشان طبعا لان هو يوم هي لازم تبقى مبسوطه فيه. انا بتكلم في كده ان العروسه لازم تكون مقتنعه فيه، فما ينفعش ان انا يعني امشي رايي عليها في كله، لا لازم تقتنع وانا وهي نبقى ايه مقتنعين ومتفاهمين بكل حاجه واحده. طب رغده احنا عارفين انك لسه ما خدتيش خطوه ان يبقى عندك مكان ليكي، هتاخدي الخطوه دي امتى او ايه اللي معطلك؟ عايزه اخدها جدا جدا وقريب جدا هاخدها، مش حاجه معطلاني بس انا كشغلي وكده بحس اني مفيش وقت مثلا. بس قريب جدا هاخد المكان لان انا فعلا محتاجه المكان، هيبقى احسن لي بالنسبه لي يعني.
يعني انت شايفه المكان اساسا يعني هتبقى قاعده في مكانك الناس هتجيلك. اه طبعا، لكن حاليا انت دلوقتي بتشتغلي بتروحي للناس. بس عامه في ناس اصلا بتحب، يعني ايا كان حتى لو انت عندك مكان في ناس تقول لك لا تعالي. اه بتحب ان انت تروح لها. في عرايس كتير قوي تحب ان انت مثلا تبقي عندها، ما تحبش تيجي استوديو، عايزه تطلع من البيت في مكانها تبقى براحتها. في كتير قوي كده يعني. طيب هدخلك في حته الرموش شويه. انت شايفه ان الرموش اللي البنات بتحطها دي حاجه كويسه ولا لا؟ اللي هي عارفه الرموش الدايمه. تمام. دي انت ايه رايك فيها؟ لا مش بنصح بيها كتير، لان هي اصلا بتوقع الرموش اللي تحت. لو هي ما دي الفكره، ما انا عشان لو هي فضلت متواصله عليها كتير كده هي اصلا مش هتلاقي رموش تحت. بس هي كمنظر لطيف او بتقعد وقت طويل وبتبقى كعلى عين بسيطه، مش زي الرموش التانية. ممكن تتعمل مثلا ساعه الفرح بس مره وخلاص. لا مش بنصح بيها كمان ساعه الفرح، مش بتبقى شكلها لطيف قد في الميك اب يعني. ما بتضايقك؟ اه مش بتبقى لطيفه زي التانية يعني. طب ليه رغده ما اشتغلتيش في مجالك؟ تخرج وقفت محاميه والله يعني. بص وقفت محاميه حقوق بقى وحاجات دي كتير قوي. طب واهلك ما اعترضوش؟ لا بالعكس، ماما شجعتني جدا 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 يعني. هي اللي بدات حاجه زي كان هي تشجعني بيها. يعني مامتك هي اللي كانت سبورت ليكي في موضوع الميك اب اصلا في البدايه؟ ماما. مامتك اصلا انا من وانا صغيره بحب الرسم، كانت هي تجيب لي اللوحه دي اللي على الحيطه وتخليني ارسم مثلا كل حاجه. فهي لقيت ان انا اصلا بحب الالوان والحاجات الكتير، وفعلا الميك اب بيبقى محتاج كده ان انت مثلا تعرف تخطط الالوان، تعرف تدمج يعني. مثلا ممكن يبقى في لون اي شادو مش عندي خلصان مثلا عندي، لا ممكن ادمجه مع لون تاني احاول اطلعه. حاجات كتير بقى. هو عامه بيبقى هو فن يعني في الاول وفي الاخر. لو انت ما عندكش اصلا فنانة. الموهبه دي لو ايا كان اخدت كورسات او ايه ومارست عمرك ما هتعرف ان انت برضو تبقى بالشطاره لو انت واخدها موهبه. طب انت كخبيره تجميل، تمام، ايه النصائح اللي بتنصحيها للبنات الميك اب ارتست المبتدئين؟ بنصحهم يعني يبتدوا واحده واحده مثلا، لان ما فيش حاجه بتطلع بسرعه اكيد يعني. تشتغل على نفسها كتير، تجيب موديل كتير تشتغل عليها، تتفرج على ميك اب ارتست كبار جدا، تتعلم منهم حاجات جديده، حاجات كتير قوي قوي يعني. تتابع اليوتيوب كتير وتبتدي بقى تشتغل، تعمل بيج تنزل عليها. بتنصحيهم بالماتيريال اللي يشتغلوا بيها انواعها ايه؟ هو طبعا كفي البدايه اكيد مش هيبقى عندها القدره ان هي تجيب ماتيريال عاليه جدا. ففي حاجات بسيطه، في حاجات مثلا في فور ايفر، في انجلوت، في هدى بيوتي، في ماك. كل الحاجات دي سهل ان هي ممكن تشتغل بيها ويطلع لها حاجات تحفه يعني. طيب وبالنسبه للبنات العاديه اللي هي البنات اللي مش ميك اب ارتست، البنت اللي نازله شغلها تحط ميك اب، تقولي لها حطي ميك اب عامل ازاي؟ عشان يعني ما تحطش اصلا الموضوع ده دايما محمد جدا تاني. يعني انا مش عايز هي ما تحط، يعني عايز اشوف الناس دي في الشارع. طب عامه انا يعني لما بخرج اصلا انا مش بحب احط ميك اب يعني. الناس بتستغرب الناس اهو. بس لا هقول لك حاجه، انا كده بس لاني بقالي 8 سنين بشتغل في الميك اب وبحط ميك اب، لكن البنت بطبيعتها اصلا بتبقى بتحب الميك اب. ايوه بس البنات ما بتحبوش. ايوه انا بتكلم في الاغلب ان البنت فعلا بتحب. طب انا قبل ما اشتغل عمري ما حطيت اي شادو ونزلت بيه الشارع. هي بتختلف. بصي هي بتختلف. انا على فكره زيك، بس انا بحكي انه في بنات كتير بتحب الميك اب وعايزه تنزل بميك اب. اوكي ماشي، مش بتحطيش مع الشمس وكده اصلا مش بيبقى يعني الشكل مش بيبقى لطيف قوي اصلا. هي ممكن تحط حاجات بسيطه. وهو بقى انا عايزاكي تقولي يعني للبنات تحط ايه وهي نازله الصبح. هو مجرد تحط الفاونديشن بسيط قوي لو هي حابه مثلا عندها علامات او حاجه، ولو تنت يعني لونه هادي قوي، والماسكارا وخلاص على كده هيبقى تحفه. مش بيبقى محتاج حاجه اكتر من كده. ليب كلاس يا روش. بالتنت مثلا. بالتنت ماشي. بالتنت ماشيه يعني. انا عامه بحب اللوك ده عامه دايما، انا وانا نازله بحب كده. مش بحب الافوره، مش بحب بس انت على حسب الميك اب دايما. انت لو البيج عندي هتلاقي في الاوفر، في الهادي. بيبقى على حسب اختيار يعني عايزاه. طب دلوقتي انا اعرف ان في حاجه طالعه زي البلاشر كده اسمها توت او ما هي تنت. تنت ايه؟ تنت. التنت. ايه التنت ده؟ التنت ده عباره عن اي شادو. انت عارفه شهد بس عشان نقص اهو. بيبقى اي شادو بس ليكويد، مش باودر. بيتحط مجرد خفيف كده، بيدي يعني بالاكتر البيز ان هو كانه حاجه طبيعيه قوي يعني. بيبقى طب انت ممكن تستخدميه في يعني في فول ميك اب، في لوك فول ميك اب ولا؟ بنستخدمه واحنا بنعمل الكفر بتاع البيز بس، لكن ما تستخدموش. لا ما تستخدموش، ما ينفعش. ولا تنت
شفايف ولا تنت؟ لا لا ما نستخدموش، لان بيبقى فيه حاجات كتير قوي، خطوات كتير للميك اب اصلا، ما ينفعش نحط اي حاجه ليكويد تاني بعد ما استخدمنا باودر على الوش. لا انا قصدي ان انا بشوف كذا ميك اب ارتست بيبداوا اصلا بتنت كده قبل ما يحطوا اي حاجه على البشره. لا مش تنت، دي بتبقى حاجات اللي هي اللي بتخفي مثلا. لا لا غير الحاجات اللي بتخفي يعني. في ميك اب ارتست بيحطوا تنت على الخدود اللي هو يدي حمار شويه قبل ما يحطوا البيز. اوكي. لا بتبقى حاطه بيز هي بس بسيط قوي، لسه بتبقى فيه كفر تاني. حاطه برايمر مثلا او كده، لسه ما حطتش فاونديشن مثلا، لسه هتحط كفر تاني فوقيه بقى. انا بتعلم والله العظيم. بتتعلمي؟ انا بقى بجد احنا جايبين الصوره عشان تعلمي. انا قريب جدا هدي كورسات، ف عادي ممكن تبقي تيجي تحضري معانا. لا نبقى نيجي بقى نحضر معاكي. استاذه رغده انا عايز اسالك، اقول لك سؤال مهم جدا بقى. اتفضل. يعني بيضايقني انا برضو شخصيا. لا امشي، الحلقه كلها مضايقاك. جاي اطلع عقدي عليكم. لا والله بجد. انت الحاجات اللي هي في البشره، طبعا انت عارفه ان كتر الميك اب بيتعب البشره، فانت بتنصحي بمستحضرات طبيعيه ولا لا مستحضرات تجميل صناعية؟ يعني انا قصدي ان في نباتات مثلا معينه او اعشاب معينه بتحطيها على بشرتك بتخلي اثار الميك اب تروح؟ طبعا. زي كأثار ايه بقى؟ كاثار ميك اب يعني انا عملت ميك اب وعايزه اشيله اصلا؟ لا لا عيوب البشره. عيوب عيوب البشره صح. في طبعا في الماسك القهوه ده بيبقى تحفه قوي على الوش. سكراب. اوكي. في اللبن على الزبادي، اللبن الباودر صح. تحفه. مش دايما كل الحاجات اللي طب وليه السكراب ممكن يتعمل كل قد ايه؟ لان برضو السكراب كتير غلط على البشره انا عارفه كده. مثلا كل اسبوعين. أوكي. ويبقى في تنظيف بشره عميق مثلا كل شهر، بالذات البشره الدهنيه. التنظيف بشره بقى عند دكتور ولا ممكن نعمله في البيت؟ لا عند دكتور كيرو. طبعا بيبقى في حاجات ثانيه كتير يعني، عكس ما انت اصلي في البيت مجرد هنحط بس السكين كير، هنعمل لو في بخار هنعمله بس. لكن هناك بيبقى في حاجات ثانيه احسن كتير يعني. طب بما ان بقى حضرتك هتدي كورسات ميك اب، يعني خلاص هتخشي بقى في المجال من واسع. الخطوه دي هتدي كورسات ميك اب، ايه اول حاجه هتقوليها للبنات اول ما الكورس يكمل تمام وتقعدي قدامه، اول حاجه هتقوليها لهم ايه؟ اني هنبدا خطوه خطوه، واني عامه يعني هبدا معاهم واحده واحده، ومش هسيبهم الا وهم طبعا فاهمين كل حاجه. كل حاجه انا عرفتها في كام سنه هيعرفوها في مجرد الوقت القليل اللي هيقعدوا فيه معايا، وهبقى معاهم واحده واحده يعني، لان انا عارفه اتحطيت في الموقف ده، فعارفه طبعا قد ايه البنت بتبقى محتاجه تفهم كل تفصيله. كل تفصيله. يعني في بنات محتاجه جدا الكورس لاني عايزه تشتغل، بنات كتير قوي بتبعت لي عايزين كورس عايزين كورس. انت حضرتك اصلا بقالك قد ايه في المجال؟ بقالي 3 سنين او اكتر حاجه زي كده. ما شاء الله 3 سنين وتدي كورس. الحمد لله يعني. هو الحمد لله احنا مش بنحسدك والله. انا مش ميك اب ارتست. لا بيحسد يا شاهد والله. صح ما تحسي جاي النهارده كده مش عارفه متضايق نمشي طيب. والله العظيم ده انت منوراني يا استاذه رغده. لا عامه والله يعني هي يعني الحمد لله، هي عامه بلاقي الناس ان هو عجبهم شغلي وان الموضوع اتطور في وقت، لان انا بشتغل على نفسي. احنا عايزينك تفتح اكاديميه مش مجرد تدي كورس. حاضر. احنا عايزين تفتح اكاديميه. استاذه رغده انا مش عارف يعني اشكرك ازاي بجد، انت قلت للناس بجد معلومات يعني يمكن شاهد انا استفدت استفدت منها، يمكن الموديل كمان استفدت منها ولا ايه؟ صح موديل ساكته. اشكرك جدا يا استاذه رغده. محمد انت تقربي لرغده الشربيني؟ تقربي لرغده ولا شربيني؟ الناس كتير. لا طبعا اكتر سؤال هو مجرد اسم. ناس كتير قوي تقولي انت تقربي لرغده الشربيني، فمجرد يعني تشابه في الاسماء مثلا. احنا بنتمنى لك دايما التوفيق والنجاح والتقدم، وشاهد اول واحده من ضمن الناس اللي هتاخد عندك كورس ميك اب. نورتي. نورتينا وشرفتينا وان شاء الله دايما في نجاح وتقدم ونشوفك حاجه كبيره قوي في مجال الميك اب. ميرسي جدا، انا مبسوطه جدا معاكم واتبسطت اني شفتكم النهارده وكنت معاكم. نورتينا. ميرسي يا شاهد، ربنا يخليك. اعزائي مشاهدي برنامج الجريء والجميله، يعني يا رب تكونوا استفدتوا النهارده واستمتعتوا بالحلقه. الحلقه كان فيها اكتر من ميك اب ارتست، كل ميك اب عرضت شغلها. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معانا. ان شاء الله الخميس الجاي حلقه جديده. بس قبل ما اختم انا عايز بس اتكلم في نقطه. كان في بنت طلعت واتكلمت وقالت، اللي هي البنت الفويس اوفر اللي طلعت وقالت ان احنا خدنا منها جهدها وشغلها. بس انا عايز اتكلم ان احنا بجد ما خدناش منها اي حاجه، وهي بجد عملت لنا دعايه احنا ما كناش نتوقعها. قالت للناس كلها اللي هي في برنامج الجريء والجميله، فانا عايز اشكرها جدا وبشكركم على حسن المتابعه. شكرا.